سلمى، من ضمن طقوس العيد دائما بننطر الكشاف، يعني بنخلص صلاة وقداديس وبننطر الفرقة الكشفية دائما لتقدم الشغلات المميزة وخاصة بالمناسبات. وضمن طقوس الفصح المجيد تتزين الكنائس بأنشطة الكشاف التي تشارك جمع المؤمنين ويتشارك فيها جمع المؤمنين بطقوس من الفرح والسرور والطمأنينة. لنتعرف أكثر عن نشاط الكشافة لهذا العام معنا الشيف طارق بغدان، المهندس أيضا طارق بغدان، وهو قائد فوج كنيسة الصليب الكشفي المسيح قام. حقا قام، كل عام وأنتم بخير وبلدنا كلها بألف خير، وإن شاء الله نلاقي الاستقرار دائما بسوريا الحبيبة. شكرا لكم على الاستضافة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك المسيح قام. يعني شيف طارق، دائما بكل مناسبة بيكون الأعين كل الناس على شو رح يعمل الكشاف السنة، وين رح، كيف رح يكون الدورة، مع طبعا بدنا ما ننسى أنه خلال سنوات الحرب على سوريا كان الكشاف يلتزم، يعني في بعض الأوقات كان تقتصر الاحتفالات على الصلوات والقداديس احتراما لأرواح شهدائنا وللظروف اللي كنا عم نمر فيها، والفرح كان كبير أكيد لما انتصرنا على الإرهاب وعادت دمشق آمنة بال 2018. السنة تختلف أيضا بسبب لأنه جائحة كورونا حرمتنا السنة الماضية من الصلاة بالكنيسة، من القداديس، من جولة الكشافة. كيف كانت جولات الكشافة السنة؟ والله نحن بالنسبة لنا عيد الأعياد هو موسم الفصح، بيكون السنة لا، عادت الأنشطة بشكل كامل مع كل الفرق الشقيقة، وكانت الجولات مثل العادة ضمن محيط الكنيسة وضمن الأصاع، ولقيت تجاوب كبير، تفاعل كامل مثل السنوات القديمة، ويمكن نقول أنه أحلى، ولقدام إن شاء الله رح تكون الأمور أحسن وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي هيك عن النشاطات الكشفية، قديش التنظيم بالكشاف مهم، وأيضا النشاطات، يمكن القطاع كان بفترة كورونا بسبب جائحة كورونا، ولكن عدنا مع أخذ الإجراءات الاحترازية. خلينا نحكي قديش الكشاف مهم ليواكب الطقوس الدينية وخاصة بالعيد، العالم بتجي بتتفرج على الكشاف. يعني صحيح، نحن ضمن دورنا ككشاف كنسي أو مراسمي ضمن الكنيسة، نحن واجبنا أنه ننظم خلال الأعياد المختلفة كل شيء متعلق بالكنيسة. نعم. يعني عنا عيد الميلاد له طقوسه وتنظيمه، عيد رفع الصليب ب 14 أيلول اللي هو عيد الكنيسة، كثير بيكون يوم مميز. صحيح. من خلال الكشاف، من خلال الجولة الكشفية اللي بتكون ب 13 الشهر ليلة رفع الصليب، وعنا الموسم الفصح اللي هو بيمتد 50 يوم بالنسبة لنا، بيبدأ الشغل من أو لمدة الصيام هي 50 يوم، عم يكون في تنظيم الصلوات خاصة صلوات المدائح الخمسة، وعم يكون في تنظيم خلال أسبوع الآلام، وإضافة للجولات اللي بتنطر العالم اللي بتكون عنا بأحد الشعانين والجمعة العظيمة وثلاثاء البعوث، لأنه كمان الاحتفال بيكون مقتصر على كنيسة الصليب المقدس. نعم. يعني مثل ما حكينا شيف، دائما نحن بنكون هيك متواجدين معكم، أيضا بننقل الصلوات، بننقل أيضا الجولات الكشفية، ويمكن تتميز الشام القديمة بأنها هي صورة، يعني الناس طبعا كل بيكونوا متواجدين، ما بدنا نحكي، بس هو حقيقة بتلاقي الناس من جميع الطوائف موجودة، المسيحيين، الإسلام، كله بينزل يشوف الجولة، كله بيشارك، وخصوصا هلا كمان عم تقترن الأعياد مع شهر رمضان المبارك، هيك يا رب تضل دائما الصحة والعافية والخير موجود ببلدنا. نحكي عن دور الكشاف بكل المناسبات، بالمناسبات إذا قلنا الحزينة أو حتى المناسبات السعيدة. صحيح. بالأمور الاجتماعية بالكنيسة بيكون في لكم دور خاص. نحن هيئة كشفية خاصة بالكنيسة، أكيد من ضمن الكشاف هو عمليا هدفنا إعداد الجيل لا يطلع مواطن صالح. يعني هي الكشفية تبدأ بلعبة صغيرة وتنتهي بمواطن صالح كما بيقول مؤسس الحركة الكشفية. بقى نحن نسعى لهالشيء من خلال تواجد كافة الفروع الخاصة
بالأعمار المختلفة، يعني ابتداء من الجراميز والنحلات، أشبال والزهرات، فرعي الكشافين والمرشدات، فرعي جوالي والرائدات، إضافة لقدامى الفرقة اللي يمكن نحن كمان قدامى الفوج اللي بيكونوا متواجدين معنا دائما. نعم. لتقديم كل المساعدة ممكنة. بقى نحن عم نسعى هالشي من خلال بناء جيل بأمن بيؤمن بربه بوطنه بمجتمعه. صحيح. نحن هاي الهدف السامي للكشفية. نعم. أساسا. وفي تعاون مع أغلب الهيئات والجمعيات الأهلية بسوريا لأنشطة مختلفة مثل ما تفضلتي من كل الطوائف، يعني تعودنا نكون واحد. نعم. وإن شاء الله ما بنبقى غير واحد. أكيد. هذا اللي عشنا فيه هي بلدنا. نكون فيه. صحيح. بقى هذا الوضع العام اللي نحن بنمشي فيه. وخلال المواسم مثل ما قلت كلها بيكون في لهم للكل له دور، ويمكن أكيد. شفتوا جولة أحد الشعانين إذا تم تغطيتها كيف الصغير أكيد. والكبير كانوا سوا. أكيد كانوا سوا، ودائما يمكن الرسالة من الكشاف هي بناء جيل أكيد لا العطاء، كل حدا بيعطي من مكانه، مثل ما هلا شفنا العطاء طبعا للجمعيات، العطاء هو كل حدا من مكانه، يعني شعوركم وانتم عم تطلعوا وعم تبثوا السرور والفرح بكل حدا عم بيشاهد العزف على الطنبور او على الطبل او حتى على الترومبيت، كمان هدول فرقه متكامله مع بعضها، شو شعوركم بس ناطرينكم العالم ليشوفوكم؟ أكيد هذا الشيء بيخلق لنا سعادة، يعني حتى الآيات الخاصة بهالشيء إنه مثلا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. نعم. والمعطي المسرور حبه الله. بقى نحن بنمشي على هالقاعدة وبنحس بسعادة كبيرة وقت الناس يكون سعادتها كبيرة، وأكيد هالشيء يمكن كمان خلال الجولات تحديدا وأهالي الأطفال بتشوفوهم بيكونوا سعادتهم كبيرة، لأنه عم نخلق جو من الفرح، جو من العيد، جو من السعادة. نعم. وكله هذا من خلال رسالتنا. نحن رسالتنا مو بس أكيد العزف، هي رسالتنا بناء، أساسا بناء الإنسان مثل ما قلت من خلال مناهج معينة دينية كشفية وطنية لنقدر نوصل للمواطن اللي نحن نهدف له. أكيد. ويمكن مثل ما حكيت حضرتك كثير أعياد ومناسبات كنتوا حاضرين فيها، وكنيسة طبعا الصليب المقدس أيضا تميز بعيد الصليب المقدس، الشعلة التي تخرج من الكنيسة وبيكون لنا دائما تغطيات مباشرة معكم. كمان بدي أذكر الجملة اللي بيقولها الكشاف جاهز مستعد دائما، دوما مستعد. هي الجملة بنشوفها حقيقة بكل الأوقات السنة منكم، يعني دائما الكشاف بكل كنيسة بيتميز بهذا الشيء، بيكون عندكم هيك عمل على مدار السنة، وحتى كان لكم دور السنة الماضية بجائحة كورونا وقدمتوا مساعدات. نحكي سريعا قبل ما نختم عن هذا الدور. نحن بالنسبة لجائحة كورونا الشيء اللي نقدر نعمله وفقا للتعاميم الصادرة عن بطريركتنا ملتزمين بالتعليمات، وتوقفنا الاجتماعات كان من خلال تعميم لكل الكنائس، وتعاودنا الاجتماعات كمان كان هالشيء من خلال تعميم من نعم. المرجعية الكنسية الخاصة فينا. نعم. بقى نحن الشيء اللي قدرنا نعمله ضمن الاجتماعات هو ارتداء الكمامات، الالتزام إلى حد كبير بهالموضوع ضروري كان، وبالكنيسة كمان كان لنا دور بتعقيم الكنيسة. نعم. وحتى هلأ كمان إذا كنتوا الأحد كمان توزيع كمامات وتوزيع أكيد للداخلين تماماً أكيد المعقمات تماماً. يعني شيف طارق بغدان بدنا نتمنى اليوم بهذا اليوم العظيم المبارك أكيد فصح مجيد، نتمنى التوفيق وببركة جهود الكشاف المبذولة، شباب شابات وأيضاً كبار وصغار، وإن شاء الله يا رب هيك سنين الجاية تكون فرق الكشاف عم تكبر وتكبر وتتطور أكثر وأكثر. فصح مجيد، المسيح قام. فصح مجيد للجميع، وبحب عايد كل أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين بعيد القيامة وبرمضان، وإن شاء الله منكون مثل ما قلنا دائما لقدام منقدم الأفضل وإيد واحدة دائما. شكرا لكم. شكرا لك مرة ثانية، وأكيد المسيح قام وأعياد مجيدة. شكرا لك.